عقدت اللجنة المعنية بدراسة بعض حالات الوفاة في المماشي العامة التي وجه لها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقد ناقش الاجتماع التقرير الذي قدمته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مواقع المماشي العامة في المملكة والخدمات التي توفرها الوزارة للمرافق العامة إضافة إلى النواقص التي لابد من وجودها بهدف السلامة العامة لمرتدي المماشي. وقدمت هيئة الكهرباء والماء عرضا حول البيئة المحيطة بالمماشي في مملكة البحرين، كما اطلعت اللجنة على المعلومات المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات إضافة إلى الإحصائيات التي قدمها المجلس الأعلى للبيئة حول سلامة المناخ العام للمملكة.